السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة صفا، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. هذا وسيل يسأل يقول: هل يجوز شراء الذهب بالآجل؟ أقول وبالله تعالى التوفيق: لا يجوز شراء الذهب بالآجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، يدا بيد، هاء وهاء. يسأل: هل دية المرأة على النصف من دية الرجل؟ نعم، دية المرأة على النصف من دية الرجل، وهذا أمر عليه جماهير العلماء. يسأل: هل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام الأمر بالتوجه إلى القبلة عند النوم؟ أقول بالله تعالى التوفيق: لم يثبت ذلك، إنما الوارد استحباب الاضطجاع على الشق الأيمن. هذا والشخص هو نائم، له أن يتوجه إلى القبلة وله أن يتوجه إلى غير القبلة، لقوله تعالى: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأى أحدكم ما يكره فليتحول عن جنبه الذي كان عليه. والله أعلم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. يا سمعت بإذنك عندي سؤال، بس بعد ما أخلص بالله عليك الجواب يا شيخ مصطفى. تفضل. أنا كان عندي أخويا واخد فلوس من ابن خالي، وعلى التجارة الشراكة كده يعني، فالفلوس دخلت في بعضها، فهل يجوز إن أحسب له الفائدة كأنه في البنك ولا حرام؟ لا يجوز. وشكرا شيخ مصطفى. لا يجوز هذا. يعني الفلوس متداخلة مع بعضها، هل يجوز أن يعطيه نسبة ربوية كالتي يعطيها البنوك؟ لا يجوز. إن خسر يتحمل، الصحيح إن خسر يتحمل، وإن ربح ربحا زائدا يأخذ ربحا زائدا، فبالتقريب يقرب المسافات. أما يعطيه شيئا ثابتا سواء خسر أو كسب لا يجوز. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. سؤال يا شيخ. نعم. أم لديها بنتين وليس لديها أولاد ذكور، وهي يعني رزقها الله عز وجل مالا، فهي لو مثلا فرضنا أن المال 7 أسهم، وهبت لكل ابنة سهم ونصف من هذا المال في حياتها يعني، وهي ما زالت حية، فاشترت كل بنت، يعني كل بنت لها أن تشتري شقة بها، فاشترت بنت شقة ثم بدأ لها أن تشتري شقة أخرى، ولكن المالك الأول لم يوافق على تغيير العقد باسم الأم، فالآن ستكون بنت لها شقتين، كل شقة بحوالي 1.3 سهم من 7، والبنت الثانية أخرى لها شقة واحدة، فهل يجوز هذا مع أن البنت التي لها شقتين يعني تخاف الله عز وجل وتقول أن أحد الشقتين سيكون مجرد اسمها عليه شيء صوري، وإذا حدث أمر الله عز وجل ستكون للورثة حق في هذه الشقة، هل يجوز هذا الأمر أم يعني في كده حرمان؟ يعني أولا هي يعني لماذا أعطت البنات هذه الأشياء؟ تهربا من توريث الآخرين أو ماذا؟ لا 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 لا، ليس تهربا، ولكن هي أرادت أن تهب بناتها في حياتها، كل بنت يكون لها شقة. لا بأس بذلك إذا سوت بينهما، أما إذا لم تسوي بينهما فقد ما سوت بينهما، وفي تراضي أصلا بين البنات، يعني البنات أصلا في تراضي بينهم، في تسامح، خلاص في تراضي لا إشكال. السلام عليكم. ولكن انا اقول لو البنت لها شقتين هذه على ان تكون واحده ليها واخرى للورثه فيها شيء، لكن لا نامن، القلوب تتغير. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شيخ مصطفى. نعم. بعدين تفضل الشيخ. والدتي كانت طلعت تحج، فحصل حريق في منى سنه 97 يعني، فما قدرتش تنزل منى، يعني السلطات هناك منعتهم ان هم ينزلوا اي منى، فما بقيتش في منى الثلاث ايام خالص. لا شيء عليها. يعني ما فيش لا دم ولا اي حاجه عليها؟ لا شيء عليها. خلاص ماشي. هو ومع العلم ان هي خلوا حد يرمي لهم الجمرات يعني. خلاص الحمد لله. خلاص ماشي، شكرا يا شيخ. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيد الشيخ بارك الله فيك، معايا سؤال.
هل يجوز الاحتجاج بالقدر عند وقوع الذنب؟ بعد وقوع الذنب إذا الشخص ندم له أن يقول قدر الله عليه ذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: احتج آدم وموسى عليهما السلام، فقال موسى: أنت أبونا، أنت الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء. قال: نعم. قال: فلما أخرجتنا بخطيئتك من الجنة وخيبتنا؟ فقال له آدم عليه السلام: أنت موسى؟ قال: نعم. قال: أنت الذي اصطفاه الله على الناس برسالاته وبكلامه؟ قال: نعم. قال: ألم تعلم أن هذا الأمر قدره الله علي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى، يعني غلبه بالحجة. أما الاحتجاج بالقدر على فعل الذنب فهذا شأن المشركين، يحتجون قبل أن يفعلوا الذنب. إذا قيل لهم: أنفقوا مما رزقكم الله، قالوا: أنطعم من لو يشاء الله أطعمه؟ وأيضا قالوا لرسلهم: لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. بارك الله فيك. وفيك. هذا ثبت حديث: ألظوا بياذ الجلال والإكرام. نعم ثبت، صحيح، ألظوا بياذ الجلال والإكرام ثبت. طب السؤال الآخر يا شيخ. ها. رجل يستطيع الوضوء لكن لا يستطيع الاغتسال وأجنب، هل يتيمم للغسل ويتوضأ بعد ذلك أم ماذا يصنع؟ يتيمم فقط ولا يتوضأ. نعم، لا يلزم بالوضوء. لا، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. وفيك وإياكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، لو سمعت يا شيخ، عزت فضيلتك عن المسح على الجسد بعد قراءة الأذكار بعد الصلاة. بعد الصلاة أنا عارف أن المسح جائز يعني عند النوم وعند الرقية، يعني شخص صلى وذكر سبح 33 تسبيحة إلى آخر ذلك وبعدين يمسح على الجسد، لم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام. لم يرد. نعم، بهذا التوصيف. نعم، بارك الله فيكم. وفيكم. السلام عليكم. السلام عليكم سيد الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. سيد الشيخ، أمي عندها إرث يعني من أرض جدي. يعني احنا 6 بنات و3 أولاد، يعني أمي ما قسمتش بالعدل، حلال ولا حرام؟ أمك عندها إرث من جدك، والسؤال؟ إيه، من بوها يعني. إيه، من أبيها. ها، السؤال؟ ما قسمتش بالعدل، عطتنا احنا كل البنات قسمت علينا كل واحدة 500 دينار، والأولاد قسمت لهم كيف ما حبت هي، اللي 12 مليون، اللي 9 ملايين، فهمني؟ يعني أمك أعطت، يعني لم تعدل في الهبة ولا ماذا صنعت؟ كيف يعني قسمت؟ الهبة يعني ما عدلتش فيها الهبة. لم تعدل فيها، ما هل هناك سبب؟ هل هناك سبب؟ لا، ما فماش حتى سبب، يعني احنا بالعكس البنات فينا شكون زويبلة، ما عندي حالها حال الله، فهمني؟ وهي يعني عطت لي الاولاد اكثر من البنات، ما عدلتش، وبابا زاد كيف توفى يرحمه، يعني عطت لي لم تعدل. صبرا. يعني هي لما وهبت اعطت الولد ضعف البنت ولا ماذا صنعت؟ اعطت للاولاد اكثر من الطفلة، يعني اعطته ضعف او اكثر من الضعف. اكثر من الضعف، اكثر. لا كده جاوزت الحد، يعني القولان موجودان. يلزمها تعدل والا لا يلزمها تعدل سيد الشيخ؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. صورة العدل، هل للذكر مثل حظ الانثيين او للذكر مثل الانثى في الهبات؟ قولان للعلماء. رأي عدد من العلماء أن الذكر مثل الأنثى في الميراث،
لكن اختاروا قول العلماء القائلين ان الهبات اذا كانت كبيره تتنزل منزله التركات الكبيره التي تورث فللذكر مثل حظ الانثيين ولا مانع من ذلك. اما حديث اتقوا الله وعدلوا بين اولادكم فيمكن ان يوجه ان المراد الاولاد الذكور على ما وجهه بعض العلماء والامر في ذلك واسع، لكن ان تجاوزت الحد اعطت الولد اضعاف اضعاف البنت حينئذ تمنع. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ، أنا منتقبة من زمان قوي وبصلي الحمد لله ما بسيبش فرض، بس على طول أفتكر أحس إن أنا هموت وفاكرة الموت وخايفة إن أنا ما أربيش ولادي، وبقعد أذكر الله وبستغفر وبسبح، بس على طول بقالها حوالي 20 سنة الحالة دي عندي. والله الحمد لله إنك بتتذكري الموت، لعلك تعملي لما بعد الموت. لكن إذا وصل لحد المرض وأنه يعوقك يمنعك من فعل الخيرات تحتاج إلى علاج إذن. لكن عموما أكثري من دعاء الله وذكر الله والقلب يطمئن إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، ربنا رزقني لبنت ونفسي أسميها زبيدة، فهل الاسم ده على اسم حد من الصحابة او على اسم من اي حد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ زبيدة. 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 لا اعلم الان صحابية، لكن راجع كتاب الاصابة في معرفة الصحابة. اما صحابية اسمها زبيدة الان لا يحضرني شيء بسند ثابت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معذرة يا شيخ، بس تعقيب صغير على سؤال الأم التي هبت ابنتيها كل بنت شقة، البنت التي اتصلت بشقتين لو تنازلت لأمها في يعني بس عفوا يا أختي افهمي الكلام يا أختي، أوجزي في السؤال لا معنى للإطالة المخلة أو المملة. يعني الأم تريد أن تكتب لبنت شقتين وللأخرى شقة، وتقول الكتابة صورية، الشقة الثانية التي كتبتها للبنت إضافية كتابة صورية. أنا أقول لا آمن، لأن النساء ناقصات عقل ودين، أن تأتي البنت التي كتبت لها الشقتان تجحد بعد ذلك، فتؤمن على المرأة أن تؤمن البنت الأخرى وسائر الورثة. السلام عليكم. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ أنا عندي سؤال. تفضلي. أنا كنت والدة في رمضان وكذا والدة يعني، فعليا شهرين الأفضل إن أنا نصومهم، يعني أنا مش قادرة نصوم شهرين كاملين كتار يعني. يعني أفطرت نتيجة النفاس. نفاس فقط. أفطرت نتيجة النفاس، عليك الإعادة. نفاس فقط، مش حمل ولا رضاعة. لا، عليك الإعادة إذا تيسرت لك الإعادة، عليك الإعادة لازم بس تعيد. هم يا حد الشيخ، بس هم من 13 سنة الكلام ده أو 12 سنة. لا يجوز الإطعام للإفطار بسبب الحيض أو النفاس قولا واحدا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ عندي سؤال. اتفضلي. انا زوجي عايز ياخد اجازه من الشغل بشرط الحكومه، وعايز ياخد اجازه رعايه اسره عشان يشتغل شغل تاني، فهل ده فيه كذب واصلا مفيش اجازه للعمل؟ ما انت اعلم مني يعني. انت اعلم مني هل كذب او قال الحقيقه. هو ما فيش مسمى اجازه للعمل بشغل اخر. انا ما بسال سؤال، يعني الورقه التي قدمها كذب ولا صدق؟ السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. شيخ مصطفى. نعم. أريد أن أسأل هل المداخلة وعقوبتهم. يا أخي الله المستعان، الله المستعان. أما الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى فمن أهل العلم، ولا أظنه يرضى عن الإرجاء الخبيث الذي تبنته فئة أطلقوا عليها المداخلة. الشيخ ربيع بن هادي رجل عالم من علماء المسلمين، وإن كان له مثل ما للمسلمين وعليه مثل ما على المسلمين، لكن في الجملة هو عالم من علماء السنة. أما المرجئة
فظني أنه بريء منهم، ظني أنه بريء من المرجئة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل رقمك شيخ فلاد أحمد؟ نعم. الرقم مالك؟ خذهم من الإخوة تفضل. أي والله شكرا. السلام عليكم. أقول بالله تعالى التوفيق، يسأل السائل عن حكم سب العلماء والدعاة إلى الله. أقول إذا كان سباب المسلم العامي فسق، أو سباب المسلم عموما فسوق، سباب المسلم فسوق، فما ظنك بسب العالم؟ فإن هذا السب يفضي إلى تنفير الناس عن العلم الذي يحمله العالم من كلام الله وكلام رسوله، فعياذا بالله من هؤلاء الشريرين النابتة، نابتة السوء التي تفرغت لسب العلماء، لسب الدعاة إلى الله. ثم فئة شرذمة آثمة نابتة سوء تركوا أصول الدين والدعوة إلى أصول الدين، وانهمكوا في سب العلماء والطعن فيهم والتحذير منهم. فلا بورك الله، فلا بورك في هذه النابتة، نابتة السوء، لا بارك الله فيها ولا في سعيها. السلام عليكم. السلام عليكم. شيخنا إن أحب في الله والله. أحبك الله الذي أحببتنا له. أنا بعمل في شركة صيانة، شركة صيانة دي واخدة قرية من القرى الساحل الشمالي. القرية طبعا كل بيت فيه خاص بالمالك بتاعه، أنا بعمل في مهنة التكييف. القرية تعتبر مش سياحة زي الأول، دلوقتي كل واحد بياخد بيت خاص بيه، له عدة كهرباء وله مية وخاص بيه. أنا شغال طول السنة، ولكن هم الناس أصحاب الملاك بتوع القرية بيجوا مثلا في الثلاث شهور اللي هم بتوع الصيف، وربنا يعني عموما المسجد اللي قام فيه. يعني عموما يعني أنت تعمل صيانة لأماكن كثيرا ما يكون فيها فسق وفساد، هذا السؤال اختصارا؟ لا، هم بيجوا في الشهرين بتوع الصيف وممكن يجوا في الشتاء، ولكن في ناس هم كويسين وناس هم مش كويسين. على كل عملك جائز وغيره أفضل منه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور. نعم تفضل. شيخ، ما حكم اللحية؟ اللحية إطلاقها واجب، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفوا الشوارب، عفوا قصوا الشوارب وأوفوا اللحى، قصوا الشوارب وأوفوا اللحى، بارك الله فيك. طب كان مثلا في عمل مثلا وظيفة يقول لك لازم يجب حلق اللحية عشان تتوظف، أما الضرورات تقدر بقدرها، ورب العزة يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. السلام عليكم. يسأل سائل عن لفظة الفطرة خمس وذكر فيها حلق الشارب بلفظ الحلق، هذه اللفظة شاذة، والذي عليه أكثر الرواه قص الشارب ليس حلق الشارب، فاللفظة التي وردت عند النساء وغيره حلق الشارب شاذ بها أحد الرواه، والصواب قص الشارب. ولذا يرى من يرى من أهل العلم أن حلق الشارب مثلى، وأن فاعل ذلك يؤدب. السلام عليكم. السلام عليكم. لو سمعت يا شيخنا، أنا كنت عايز أسألك بس السؤال. أنا بدرس في الجامعة وكده، وساعات بتبقى الأذان بيأذن وبكون أنا في الوقت ده عندي محاضرة، وممكن مثلا لما تخلص المحاضرة هيكون أنا أصلي الصلاة بعدها بنص ساعة أو ساعة. يعني عفوا عفوا، صلاة ماذا؟ صلاة أحيانا العصر وأحيانا الظهر. العصر متى ستصليها؟ بعدها بنصف ساعة أو ساعة. يعني الظهر مثلا 3:30 تصليها 4:30. أيوة بالضبط. يجوز أترك المحاضرة بس ممكن تكون فيها صعوبة شوية. يجوز أنك تصليها الساعة 4:30 أو 4. يعني والظهر هكذا. نعم. جزاك الله خيرا شيخ. وإياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا شيخ، الشعر الذي ينبت في أسفل الشفة السفلى هل يدخل في اللحية أم لا يدخل؟ فيه نزاع، والظاهر أنه لا يدخل، لأن اللحية العظم، العظم العظمة
التي من بمحاذاة منتصف الأذن إلى أسفل الذقن إلى الناحية الأخرى، هذه اللحية. لكن الأخرى العنفقة هذه فيها نزاع بين العلماء، هذه فيها نزاع في حديث أوفوا سبالكم، لكن نوزع في تفسيره. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وفروا عثانينكم وأوفوا. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ والله أنا أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. حضرة الرجيم، كنت عايز يا شيخ مرات أجي أصلي مثلا صلاة الوتر في الليل وبنسيها، بنساها وأنام. من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، وإذا كان ذلك كذلك فأحزم أمرك وصلي الوتر قبل أن تنام، وهي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة وأبي الدرداء، كل قال أوصاني خليلي بثلاث: ركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، وبصيام ثلاثة أيام من كل شهر. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ عندي، شيخ عندي سؤال ما فضلك. اتفضل. لما الإنسان يدخل المسجد ويكون في يصلي في تحية المسجد ثم يقوم الإمام للصلاة المفروضة ويكون الإنسان هذاك مازال ما كملش تحية المسجد، ماذا يفعل؟ تجاوز صلاة بسرعة. يدخل معهم في الصلاة أو لا؟ يعني إذا كان بإمكانك أن تتجوز في صلاتك، يعني بدلا من أن تطيل في السنة خفف وأدرك الإمام في الركعة الأولى. أما إن كنت من النوع الذي يوسوس ويطيل القراءة وستفوتك الركعة الأولى، اخرج من الصلاة وأدرك الإمام. إلا أن جمهور العلماء يقولون أكمل صلاتك وبعد ذلك ادخل مع الإمام، لكن تجوز فيها. ويستدل بعضهم بقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. ومن العلماء من يقول تخرج من الصلاة وتدخل مع الإمام، لحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. لكن الجمهور يقولون إذا أقيمت الصلاة فلا شروع في صلاة إلا في المكتوبة، فحملوها على ذلك. والله أعلم. السلام عليكم. نعم. سؤال سلي. هل يعاد الوضوء بعد قص الأظافر؟ لا يعاد الوضوء بعد قص الأظافر. شكرا. الله يحفظك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عايز رحمة الشيخ. خذه يا أخي من غرفة التحكم. بابا سألك الدعاء لأمي يا شيخ. الله يرحمها والدينا والمسلمين والمسلمات. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن يا شيخ أسأل ثلاث أسئلة؟ اتفضلي. أول سؤال، هل ينتقد الوضوء بنزع الشراب؟ يعني أنا عارف أن الوضوء المسح الشراب فيه خلاف، لكن هل ينتقد الوضوء بنزع؟ لا ينتقد الوضوء بخلع الجورب. هل معنى صفة النفس في حق الله تعالى؟ النفس؟ نعم. النفس؟ نعم، معنى صفة النفس بالسين. يعني بالسين. النفس. النفس قال كثير من العلماء هي ذات نفس الذات، وخطأ ابن خزيمة في جعله النفس صفة، إنما النفس أطلقها الجمهور يريدون بها الذات، ذات الله سبحانه. نعم. آخر سؤال، هل معنى وسع كرسيه السماوات والأرض أن الكرسي أكبر من السماوات والأرض؟ بلا شك. نعم، جزاكم الله خيرا. وإياك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا. نعم شيخنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا لو سمحت بس سؤال. أنا زوجتي كانت حامل برمضان، برمضان اللي بعده كانت موسى، فطلعنا عن كل يوم 750 جرام رز لمساكين. يعني هل يصح هذا الشيء ولا لازم؟ يعني سؤال محدد، يعني الزوجة أفطرت نتيجة الحمل أو نتيجة النفاس؟
هي اثرت اول سنه نتيجه الحمل، ثاني سنه نتيجه الارضاع. ايوه. على كل التي تفطر نتيجه الحمل والتي تفطر لنتيجه الارضاع الخلاف فيهما قائم، هل تطعمان ام تعيدان ام تطعمان وتعيدان؟ اكثر من قول، اختار القول بانهما تعيدان لان رمضان فرض على المسلمين والمسلمات، فتعيدان في وقت العافية والتحمل، والله اعلم. السلام عليكم. لو سمحت يا شيخ، حصل جماع بين زوجي بعد انقضاء الدورة ولم يكن هناك اغتسال، هل يجوز للمرأة أن يغشاها زوجها إذا انقضت مدة حيضتها ولكنها لم تغتسل؟ لا يجوز عند الجمهور من العلماء، وعليكم الاستغفار، لأن الله سبحانه وتعالى قال: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن أي فإذا اغتسلنا فأتوهن من حيث أمركم الله، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا شيخنا، من فضلك كيف يعني تعالج الفتن والكل له منك العلاقة الخير؟ السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا ما فهمت المراد. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا، بالنسبة للبطة، غسول الفم اللي يحتوي الكحول، هل يجوز استخدامه؟ الكحول، العطور الكحولية؟ غسول فم، مضمضة يعني، غسول فم يحتوي كحول. غسول نعم، به كحول، هل يجوز استخدامه؟ تلك مسألة تنازع فيها أهل العلم، والذي يظهر لي الجواز مع الكراهة. أما سبب النزاع فهل الغسول هذا نفسه خمر إذا شرب يسكر أم إذا شرب يسمم البدن؟ فالظاهر أنه إذا شرب يسمم البدن ولا يسكر، فإذا كان يسمم البدن خرجنا من تسميته خمر إلى تسميته مضر بالبدن، ولا ضرر ولا ضرار. لكن إذا كان يستعمل كغسول فقط في الفم ولا يضر، ففي هذه الحال في هذه الحال يجوز استخدامه، والله أعلم. أنا أعني أن كسرته إذا كانت تسبب الإسكار يحرم ولا يجوز، إذا كانت كسرته تسبب التسمم فقليل حينئذ لن يحرم، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. حضرتك كان في مشكلة بيني وبين زوجتي، قلت لعمها يعني بنت أختك بالك، فإيه حكم الطلاق ده؟ نعم. كان في مشكلة بيني وبين زوجتي. أيوه. كنت بتكلم مع عمها، فأنا قلت له بنت أختك طالق يعني. بنتك طالق. بنت أخته. إيه؟ بنت أختك طالق؟ بنت أخوك طالق؟ بنت أخوك. يعني شخص قال لعم زوجته بنت أخيك طالق، محسوبة تطليقة. محسوبة عليك تطليقة. طب إيه المفروض عشان يتم عشان يرد الزوج يعني؟ هذه أول مرة أو طلقتها قبل هذا؟ لا، أول مرة. أول مرة. تقول لها رجعتك وتشهد اثنين على ذلك من العدول الصالحين. شكرا شيخ. الله يبارك فيك ومحزن. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا قناة خير ورشد وبركة على الإسلام والمسلمين. هذا وأذكر بأن الله إله واحد، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، وأنه سبحانه هو الذي يكشف الضر ويجيب المضطر، لا يكشف ذلك أحد سواه. هذا وأذكر أيضا بأن المذاهب التي وفدت على بلاد المسلمين
كالعلمانية والديمقراطية والاشتراكية والليبرالية والماركسية وغير ذلك، مذاهب ضلال علينا الحذر منها أشد الحذر. وكذلك الفئات المارقة كالخوارج والتكفير والتوقف والتبين والتشيع البغيض والرفض الخبيث والإرجاء إلى غير ذلك من مذاهب الضلال، علينا أن نحذرها أشد الحذر حتى يسلم لنا ديننا. ختاما، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.